مشاهدينا الأكارم، يقال على الإنسان أن يكون رحيما لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. هذا الموضوع نحتاجه كثيرا في علاقاتنا، وبالتحديد ضمن علاقات الأسرة. ممكن يكون هناك خلاف في بعض بين الأخوة وتكون هناك مشاجرات، ممكن يكون الأمر طبيعي جدا، ولكن في بعض الأحيان يحتاج إلى تدخل من قبل الأسرة، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى أن نتركهم على طبيعتهم. هذا الموضوع دفعنا للتساؤل أنه كيف تتعاملون بطريقة تستطيعون بها حل المشاجرات والخلاف اللي ينشأ بين الأبناء، وخاصة اللي تكون أعمارهم متقاربة. هذا الموضوع أثار فضولنا حتى نتعرف على آرائكم. بالتأكيد وردت مجموعة من التعليقات على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، ولكن زميلنا ماجد الأزدي أجرى استطلاع للآراء. أيضا خليه نشوف الاستطلاع ومن ثم لنا عودة حتى نتعرف على تعليقاتكم. حياكم الله أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: ما هي طريقتكم لحل الخلافات بين الأخوة؟ ابقوا يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. يعني هي صراحة الطريقة مو طريقتنا إحنا، وإنما طريقة الإسلام في هذا الموضوع. معلوم أنه الوارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مثلا في شرح رسالة الحقوق أن حق كبير الأخوة كحق الوالد، بالتالي الله سبحانه وتعالى ينزل الأخ الكبير منزلة الوالد، وأكيد الأخوة المتخاصمين لابد أن يكون أحدهما أكبر من الآخر. ولو افترضنا جدلا وتنزلا أنه متساوين بالعمر، فعلى الأقل نتذكر أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يقيم علاقة طيبة ومؤثرة ما بين المؤمنين اختار لهم علاقة الأخوة، مما يعني أنها أوثق العلائق التي يمكن أن تربط الناس بعضهم ببعض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل الإخاء بينهم، فإن عليهم أن لا يفصلوا هذه العروة الوثقة التي جعلها الله تبارك وتعالى بينهم. على أنه أخوي العزيز، نحن لدينا يعني في الإسلام وفي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الغرباء المؤمنين الغرباء، يعني اللي ما بيناتهم لحمة دم وشيجة القرابة، إذا تخاصم أكثر من 3 أيام فقد أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ولايته، فما بالك بالرحم والدم اللي معلقة بالعرش، فتقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. هذه الدنيا يعني ما تسوى الخلاف بيناتنا، احنا كنا مسلمين خصوصا شيعة امير المؤمنين، يعني وما بها نتيجة. الاصلاح ذات البين وصلة الرحم هي تطول العمر، تعمر الديار، تزيد في الرزق، والعكس هم صحيح. نعم، والدنيا قلت لك قاضي، يعني واحد لازم يطلع من هذه الدنيا فد بصمة يخلي بالاخلاق الحسنة والطيبة، وخصوصا في هذا الأجواء، يعني هذه الأجواء حقيقة مكهربة، لازم حتى لو يكذب يجوز الكذب في الإصلاح. النبي يقول: أحب الكذب في الإصلاح. الطريقة الأمثل باعتبار أنه سماحة النفس، واحد شوية يصير تنازلات، أنه ما يصير متزمت مثلا برأيه، أو يتعند بالمشكلة مثلا بأساس المشكلة، خلي يكون أكبر من المشكلة. الإنسان المفروض اليوم الدنيا ما تسوى وهي خلصانة. أكو فد حادثة هسا من خلال هذا اللقاء ذكرتها السيد جابر غائي رحمة الله على روحه، يقول بأحد المجالس مالته بالمنابر، يقول يوم القيامة الله سبحانه وتعالى شلون يدز فد ملك، يقول للعباد: من كان له حق على الله فليقم،
الناس تستغرب يوم المحشر الناس كلها خايفة وترعش وبتبعد بعد محشر وميزان وعدل من عد حق على عد الله. فيقول مرة ثانية من كان له حق على الله فليقم. قالوا له من عد حق عد الله؟ قال من كان يسامح أخيه في الدنيا، من كان يعفو عن أخيه في الدنيا. هذا يقول حسابه يمي أنا أجازي الله سبحانه وتعالى، يقول أنا أجازي هذا، لا حد يتدخل بهذا الأمور، الثواب عندي. من كان يسامح أخيه في الدنيا، يعني هسه هي هذه فد يعني شلون دليل على أنه الثواب السماحة وثواب العفو يكون جزاء كلش عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو البرنامج.